بالنسبة للخدمات في ناحية جرف الصخر، إنما نقول معدومة وإنما شبه معدومة، لأنها منطقة ساخنة باعتبارها، والوضع الأمني حاليا في تحسن. يعني احنا ما نقيس الوضع الأمني هسه بالوضع الأمني اللي كان في سنة 2006 أو 2007، لا، هسه الحالة جيدة وممكن أن تفتر في كل قواطع ناحية جرف الصخر. تحتاج منطقة جرف الصخر إلى خدمات، إلى مدارس، إلى تبليط شوارع، إلى مجمعات مي، إلى أمور أخرى، وكذلك تحتاج إلى الجانب الأمني، يكون جانب أمني أكثر من هذا، وإلى عنصر استخباراتي جيد في ناحية جرف الصخر كي يرصد الناس الغرباء اللي يدخلون إلى هذه المنطقة. للأسف بأن هذه المنطقة قد عانت ما عانت بسبب الأحداث التي مر بها العراق، وخصوصا ما بين سنة 2006 إلى سنة 2010، إلا أنه توجد بعض الاحتياجات الضرورية التي يجب أن تلبى من قبل وزارة الدفاع العراقية وكذلك وزارة الداخلية لسد بعض الثغرات الموجودة داخل هذه المنطقة. شمال بابل يعني شوية احنا مظلومين بالحالة الأمنية وبالحالة الخدمية، ونتمنى من السادة المسؤولين اليوم اللي زارونا يسوون لنا فتح حل أمني أو فتح حل خدمي، لأن هاي المنطقة مظلومة ومحرومة من كل الخدمات. وهناك خطط، وهناك بعض الخطط التي تم تغييرها، وهناك أوامر قبض تم تنفيذها، ووعدونا بأن الأمن سوف يستقر ويتحسن في الأيام القادمة إن شاء الله بعد تغيير بعض القطعات التي كانت في هذا القاطع. كذلك طلعنا من خلال لقائنا بالأخوة المشايخ والمسؤولين المحليين كرئيس مجلس القضاء في المحافظة وبعض السادة والمشايخ الموجودين في هذه المنطقة، طلعنا على الواقع الخدمي. نعم، هناك بعض النقص واضح في الخدمات.